خلافات حادة واتهامات بالتخوين تتصاعد في موسكو بين يفغيني بريغوجين قائد ما يسمى بمجموعة فاغنر المسلحة وقادة الجيش الروسي. فعلى مدار الأيام الماضية وجه رئيس فاغنر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات وصلت إلى حد اتهام قائد الأركان الروسي فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو بالخيانة ومحاولة تدمير مجموعة فاغنر. اتهامات لاذعة جاءت بعد أن نشر بريغوجين صوراً مروعة لجثث 30 عنصراً من مقاتليه سقطوا في يوم واحد في معركة للسيطرة على مدينة بخموت شرق أوكرانيا، وقال إنهم قتلوا بعد أن فشلت القيادات الروسية في إمدادهم بالذخيرة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن تقارير استخباراتية أمريكية أن قوات فاغنر تكبدت خسائر بشرية كبيرة. قائد المجموعة المسلحة انتقد مراراً القيادة العسكرية الروسية العليا، لكن يبدو أن الهجوم الحاد على رئيس الأركان ووزير الدفاع يعد تصعيداً جديداً في نظر كثيرين. خبراء ونشطاء ومعارضون الروس يرون أن يفغيني بريغوجين تحول من صياد قاتل إلى وحش مطارد، ويرى هؤلاء أن بريغوجين معرض للاغتيال أو الإقصاء في أي لحظة وفقاً لما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية. فهل تحول طباخ بوتين والذي استعان الكرملين به وبقواته لفترة طويلة إلى مشكلة للقيادة العسكرية الروسية؟